نص مع احلى فريق معنا سابرة دالي تونسي، فاطمة بوعون ومراد الزغيدي. مازلنا نحكيو على قانون الماليه التعديلي اللي تم اصدار نتاعو. مراد عطيتنا وجعت لكم راسكم بالارقام، قولها نضال مثال الحقيقه شويه ما تلعب توك. نسالك على رقم، شنو الرقم اللي تتفكروا؟ 44 مليار، 6000 مليار، 6000 مليار هما الصرف نتاع 8000 مليار من البنوك اللي لازمنا نعملوه. غفو اللي هي حاجة نجم تزعزع برشا للسيستم بانكي. اي معلومة اي رقم اي يبالك نعملك هكا براسي وانا مش لهنا. لا لا مركز معاك، شنو هو 6000 مليار؟ اش قولك فينا بربي؟ لا والله 55 توت فاسون. انت مراد تعرف لي العبد الوحيد اللي يركز معاك يتكلم انت لهنا. انت وفاطمة ما نجمش نسافر. اسمع لي، نبدا مركز معاك والتليفون في يده جاوبي. لا نبدا نبعثه في المساجات نقول له شنو يقول. والله تحب نحكي لك حاجة باختصار، معني باش توريك قداش توانسة بعيوبنا الكل قداش كمان ولينا نهتموا باللي صاير في البلاد. ثلاثة أربعة شهور التالي مسيلش نقول هالكلمة، واحد نعرفه عساس وخدمة شريفة ونحيهم كل. والله جاء قال لي سي مراد فهمني، هو ماهوش قاري، هو معناها ما خديش حتى وقف في الباك. قال لي فهمني بربي في الفيش دو باي متاعي، تسمع دالي، قال لي علاش فهم الكلمة، هو علاش فما بروتو نت. قال لي سؤال ذكي جدا هذا، والسؤال ذكي جدا، معني هو يخلص يدوري 580 دينار ولا حاجة. قال لي علاش ما ناخوهمش الكل، فسر لي الفلوس هذيك وين تمشي. باش يوريك اللي توين سراوة لي واعين بحكايات للاقتصاد والإيكونومي والمالية العمومية. أنا جوني مساجات على انستغرام مرة ونذكرها بالكدي زيدا، قال لي أمان عيش أختي سابرة فسر لي الفرق بين CNSS وCNRPS بالحق راه، وقال لي بالحق راني مانيش فاهم الفرق ما بيناتهم. أمان فسرهم لي، دوك العباد راهي تتبع. أنا بيجي جاني مساج، واحد بعث لي قال لي بربي فسر لي الفرق ما بين ويلتو كبري وصابرة. ما يسألوا العباد راه سير نورمال، ما تميعف في القضية وجست صابر أطول شوي شوي فمش فرق صابر وفسرت له دوك. هو راه اللي قلق طار في الخيل العساس، ما تخيل أي عبد يقلقه كل بروت هذيك اللي تتخيلها كي جينا عندك كل أول شهر نخزن له قلبي يبدا يمشي إيرابا كي جينا كنا ناخذه في البروت. ليه وانت مثلا تنيكوسي على موضوع فلوس يقول لك اسمعني ريت انت تفرح مثلا نقولوا احنا مليون ونص ولا زوز ملايين، يقول لك راك ما تاخذهمش الكل، عندك تنحي لك نهار لحد اربع حدات من الشهر. عندك نهار جيت الصباح حضرت ساعه ساعتين. ليه وفما اكل قصاصات اللي ما تفهمهاش. لا ومع العلم، مع العلم راهو القصاص عيد ميلاد المدير ود المدير. لا انت تشلك في القضيه. لا اما بار اكزومبل انا ننصح وهاني نقولها تو مش عملنا موضوع الموضوع الزوز دو كاتيجوري اللي نعرفهم مليح، الفنانين والرياضيين. راهو كي قصولك هذاك النهار اخر يمشي للروتريت نتاعك. راهو كي تبدا ديكلاريت نجم تمشي للمستشفى العمومي للسبيطار لا قدر، معناها حسي الواي بعدنا اما لي زامبو كمان اما اسمعني نقعدوا نتسميو سافا بارابور معناتها لفرنسا لي زامبو غادي معناتها حتى فكره لي زارتيست غادي الدخل الموين في فرنسا مش نفسه هو بدو في تونس معناها شوف مازلنا نحكيو على قانون الماليه كيف ما قلنا مراد عطانا لي شيفر وعطانا سيتياسيون ابوبري كيفاش مازلنا باش نحكيو على لي رياكسيون اللي صاروا بعد اصدار القانون هذايا. لي رياكسيون مهمين جدا، انتقادات كبار من برشا احزاب باش نرجعوا عليهم تو سويت بعد لانفو ترافيك مع الفا. دونك كيف ما قلنا حكينا على لي شيفر وحكينا على السيتواسيون، مهم ياسر انه نحكيو على الانتقادات اللي جات من الاحزاب ومن السياسيين. مثلا عندنا هشام عجبوني اللي قال قانون قطوس في شكاره كول ولا طير قرنك. تيار بالطبيعة هو راسي عبش نكون واضحين، سمعنا قبليك فضل عبد الكافي قوانين المالية للواد فينانس والبيجي في العالم أجمع جنرال ما نادرا وين سكلت تكون متفق عليها، ديما المعارضة تلقى حاجات ما يعجبها شيء هذاك عادي، لكن المرة هذه هذا قانون مالية من نوع خاص، هذا قانون مالية ما تعديش على البرلمان، ما في حتى رقابة، عملوا الرئيس مع وزيرة المالية من غادي لغادي، دونك يطرح إشكال حتى قانوني في حد ذاته معناه. دونك كلام المعارضة كان كيسح هشام العجبوني اللي هو بارايور إكسبير كونتابل ومن الناس خلي نكونوا العاقلين العقلاء في المجلس والزادة اللي كانوا حلفاء قيس سعيد، باش نكونوا واضحين التيار توا صار في المعارضة من غير حتى كلام. من عادش الثاني إذا كان نقراو كلام الحزب الدستوري الحر الرياكسيون الثانية اللي هي زادة في المعارضة نتاع قيس سعيد الحزب الدستوري الحر ومعناه الدستوري الحر اللي عارض
اللي عارض واللي كان الانتقادات نتاعو لاذع معزل معزل جودي من اللي هو الخبير الاقتصادي للحزب لحزب مدام موسي واللي تكلم وخرج ووضح وانه اليوم البلاد مخنوقة. علاش مخنوقة؟ هو علاش كل حاجة مربوطة ببعثها نضال باش الناس اللي تسمع فينا تفهم. البلاد اليوم معناها حاول معناها قاعدة تحاول تربط ما بين حاجات اللي صعب ياسر. انت عملت ريكروتمون كبير ياسر دونك عندك ماس سالاريال كبيرة ياسر اكثر من اللي انت تدخل فيه. علاش؟ خاطرك انت عندك الفوسفات واقف، على خاطر انت عندك تشغيل واقف، على خاطر انت عندك التصدير مثلا نتاع زيت زيتونه ماهوش في مستوى الانتظارات. او الرياكسيون نتاع بوهذه التصوير عبير موسي كيف كيف يعتبروا وانه الميزانيه هذه مستحيل وانك تحقق. دونك انت عندك لي هانديكاب هذوما الكل في اللي تصرف فيهم. دونك انت مجبور من الاخر انك تمشي تاخذ ديون من برا اون اتوندو امورك تتحسن، لكن باش تاخذ ديون من برا يلزم تكون الوضعيه السياسيه نتاعك واضحه. اور اليوم انت هذوما لي كابيني دو نوتاسيون يقول لك خويا احنا مانيش فاهمينكم، شكون يحكم في البلاد؟ ما عندكش برلمان، ما عندكش انتخابات. دونك ميزا بار ماهوش فاهمين مال نوتي. اي اوني مال نوتي خاطرنا ماهمش فاهميننا. اوني مال نوتي على خاطر ما همش فاهمين. وعلاش اوني مال نوتي؟ كنت حبوا نحكيو علاش. على خاطر احنا لينا تقريب 6-7 سنين هذي مش مسؤولية قيس سعيد برك. انت كي عندك كل عام وزير مالية يتبدل، انت عندك كي تبدا عندك حكومة، حتى حكومة يوسف شاهين اللي قاعد 3 سنين ونص في عوض تخدم على الملفات خدمة واني تقعد في بلاصتها، معناها لو بوفوار بور لو بوفوار. وهذا يطرح اشكال. فازي صبر خاطر نقوليك اي انا حبيت زوز نقاط على الكلام اللي قالوا مراد وللناس اللي تسمع فينا، على خاطر راهي حاجات تقنيه جدا والحقيقه صعيبه راهو باش يفهمها المواطن التونسي صعيبه على الاخر. ساعه قبل كل شيء انا زوز ملاحظه اللي بدرت لذهني من الاول. نحن مستنسين قانون المالية كما يعرفوا العبيد الكل يتعدى على مجلس النواب. نحن توا في حالة استثنائية، هو خارج عن طريق مرسوم رئاسي. ديجا المؤسسات المانحة أكل البنك البنك مونديال والفامي فهمت كيفاش باش يتعاملوا ساعة قبل كل شيء مع قانون مالية جاي عن طريق مرسوم رئاسي؟ ما نعرفوش الإجابات. راهو العبيد الكل توا تقول لك مش مشكلة وعادي وما يهمهاش في المصدر الكل، مي الحقيقة ما نعرفوش كيفاش باش تنظر البلاد تعيش في حالة استثنائية كيفاش باش تاخذ. النقطة الثانية، نحن قبل راهو القانون تاع المالية يقعد شهرين قبل ما يتعدى على جلسة عامة ويقعد ويتناقشوا معناها ولجان المالية كما كان يحكي مراد عزم عنا راهو الحقيقة عنا دي كومبيتونس تنور الوجه في تونس. توا يعني مصلحة تونس يعرفها رئيس الجمهورية وحده، وإلا تعرفها وزارة المالية اللي هي تحت رئيس الجمهورية وحده؟ شكون مع شكون ناقشت؟ هل اتحاد الشغل باش يوافق لك؟ لوتيكا باش توافق لك؟ مع الشعب باش يوافق لك؟ وحاجه اخرى، راهو نحن والقانون تاع الماليه استانسنا ديما هاو زيادات، ما فما حتى حكومه جات عملت قانون ماليه قالت راني انا باش نعمل دي ريفورم كبار، راهو انا عندي فيزيون ونظره مستقبليه لقدام. ما فماش. نسمعوا كيما التوانسه الكل هاو اليوم زياده في الزيت، هاو اليوم زياده في الليسانس، هاو زياده في الواحد، ولكن ما فما حتى حكومه خدمت على القدام. دونك هذا الكل بعد ما قانون ماليه مصدق عليه ومخرجوا رئيس جمهوري في مرسوم، هالاطراف هذه الكل ولا ما حلا صاروا دي ريفورم اللي يغدروا لقدام مثلا كيما لا ريفورم جي بي او كيف صاروا ما دو غوند ريفورم. ولكن نحن هذوكم سيدي تفاصيل هذوكم هذيك لي ريفورم الكبار اليوم هو انه كيفاش الدوله هذه تنجم تخدم وتكون ناجعه بالعبيد، معناها باقل ماس سالاريال باقل موظفين، لانه اليوم الدوله ماهيش تعمل في سيرفيس بوبليك. كان جينا احنا بلاد كما مثلا تقول انت الصحه لاباس والتعليم لاباس والنقل لاباس، مثالش نقولوا احنا عندنا عدد كبير، عندنا 8000 موظف وكيف في بلاصتهم. لكن احنا اليوم هذه النقل شو اسمه المرفق العام الكل تعب باختصار. مازالت رياكسيون اخرى هي بلي مازالت معناش نخدموا مع صبر. دونك حبيت نقول اللي راهو الحوار مع في موضوع كيف ما هكا، انا مانيش نحكيو على مشكله والا مع احتراماتي المشاكل اللي قاعده تصير في الولايات الكل من الزبله من الحكايات الكل، ولكن هذا قانون تاع ماليه راهو يلزم تشاركيه، يلزم العباد الكل تقعد على الطاوله، على خاطر ماهيش معناها المشكله وكانه رئيس الجمهوريه باش يحل مشاكل عندها سنين ربي، ماهيش اليوم كهو واضح. البارحة على فكرة قانون المالية هذا يزيد يضاف الأسبوع صعب بالنسبة لرئيس الجمهورية. البارح ثقة التوانسة في رئيس الجمهورية وإن كانت تبقى في عدد في رقم محترم جدا، فاني هبطت بـ20 نقطة من غرة أوت.
معناها باش تعرف كي قلت هنايا مره الحكم يهري في 3.5 شهور شوف الشعبيه نتاعو قداش هبطت. هذيك هي الممارسه نتاع الحكم اليوم باش نشوفوا بالضبط وين ماشيه البلاد. ويظل هكا كنا حكينا بسطنا الحقيقه على خاطر راهي كيما قلت لنا الامور تقنيه برشا وكل انا ماشي ريت الكل على القانون المالي التعديلي وقيد باش نمشيو نشوفوا الفار شنو صار عندنا احنا القانون المالي نتاعي هذاك القانون المالي نتاع دالي تونسي تو سويت الزابينغ زابينغ. نهاركم زين فل وياسمين وان شاء الله نهاركم اسعد الايام شعب المتينان العظيم اهلا وسهلا اليكم الزبيب. يا صبرا يهديك يهديك ربي خلينا ناكلوا الخبز ويتواصل البرنامج. علاش تحب تقصهولنا اسم الجمهوريه قيس سعيد نهار لحد جيب طفله معناها نهار حد ما تقراش يا سي قيس يا اخي شنو رايك فيني خالته صابره؟ الا يتذكرون الا يعقلون الا يفقهون الا يتفكرون. حلقه البارح حتى التسبيحه فيها عادي تتسرق كيت لي تسبيحتي بالحق كنت نسبح على الناس الكل كان اللي حرمنا من الفرجه في الماء. حلقه زاده شهدت غياب جهاد الشيرني جهاد الانفيتي الاخر زاد والانفيتي الثاني وائل توكيبري. وائل توكيبري كي يجي ساعة ساعة ضيف 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 البرنامج الانفيتي اللي يجينا ساعة ساعة كان عارف نضال برو. انا بديت نشك انت شنو رايك يظهر لي فما حاجة بيناتهم اللي بدي ساعة في خلينا نعيشو نسرتي ريحبو لحور ريشو. مراد صديقي العزيز انت شنو رايك؟ عندهم خدمة أخرى نوتخميت المروب مثلا. نضال السعدي بدورو قام بليد استغاثه بلي جماعه اللبلاب جماعه المراوب جماعه كان ريتو جهاد وائل توا كلمونا هو ديجا ليله كامله من اللي سمعوا الخبر اللي راه يشبه عليه ويقول له ريتك ما نعرف وين زعما حرقوا للجمهوريه الاخرى. كان جمهوريه التلفزيون تعاون تونس يعني عندها امكانيات وكما قال دالي تونسي حرب والوانه واكيد انا مادام فما اخبار فما مراد النبار وباز وائل قاعد يغني الجهاد توا قالت لك او يا نغاري واش جابك حبيبي من بعد طول المغيبي. يا اخي ايميسيون ولا سونتر فورماسيون هذي هاي نترجموهم بالسوري اقاله شنو معناها ديميسيون ديميسيون وقال يا اما ديميسيون كاس كاس فرشيت فرشيت منديله منديله سربيته سربيته وعلى هذه الالوان الفايقه الاولى المفرشكه برشا الوان اليوم بالاصفر اصفر روز وزي ما يقول المصري الحلاوه حلاوه الروح. هكا نكونوا كملنا حلقه اليوم الزابينغ نتقابلوا غدوه في حلقه جديده وردوا بالكم نحبكم فايقين ولا دخت زابينغ. صح هذا لي على زابينغ سباب سلك جوك به الامريكي اللي ظل مش صحيح عندي سلك صابر تاو مكثره اني انا بدي جاي يضل باش تولي عندي حق رد في الفار بتاع عندك عمل نزال اليوم هو عيط لي نزال اليوم مرد وعندك عمل مرد في الصباح سكراش هذيك تلاتي في الزابينغ نتاعك تاع غدوه به 38 دقيقه خلطنا الوقايد نمشيو نشوفوا فيه الاخبار يفهم اكسبريس مع سلمى ونرجعوا لكم هاتوا السيد مع أقوى متنان فيقين مع نذال صح صح وفي قوة من نهارك معانا كل يوم من 7 حتى ل 9:30 على فيقين على فيم أحلى رجو مكملين في الأخبار متانا الأخبار اللي بعده كالعادة ديما لازم مالوغوزمو عن أخبار يأسف نحكيه على معلم يضرب تلميذة حتى لين يوصلوا صوابعها يتكسروا آي 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 مالوغوزمون وي انا قبل ما نبدا نحكي الخبر بالحق ما عنديش باش نحكي ما انت يعطيك الصحه انت تو ديجا انونسي مي انا ما عنديش باش نحكي اون طونك خبر خاطر ما نعرفش كان ملاحظين ولا لا اما قاعدين نعملوا في بينج بونج عندنا اكثر من 3 جماعات استاذ عمل تلميذ عمل استاذ عمل تلميذ عمل ما نعرفش سي سي ان كونكور دو سيركونستانس طحنا فيه اللي توا عندنا 3 جماعات ما فما كان مشاكل قاعده تصير في الـ في الـ في, الـ في التربيه بصفه عامه والا كيف تسلط الضوء على موضوع برشا مواضيع جبدت بعضها دونك كما قلت في القروين البارح صارت حادثه ياسر خايبه على خاطر طفل عمرها 3 سنين تسمحوني تقرا في القسم الثالث المعلم نتاعها ضربها على صوابعها تكسروا صوابع نتاع يدها اونفيرون 9 سنين 8 سنين 8 سنين بالضبط كي تبدا في السنه الثالثه تبدا عمرها 8 سنين تكسروا صوابعها قاموا والديها باعلام الاطار التربوي اللي في المكتب اللي نورمالمون باش بور لانستون ما عندنا حتى معلومه تقول اسكو خذاو لي ميزور نيسيسير ولا لا. الطفله تعاني في ازمه نفسيه صغيره على خاطر ماهيش فاهمه شنو قاعد يصير بالضبط والدها قام بشكوى
معناتها مدنيه وباش يمشي يشكي بالمعلم. اونتر طون الاداره الجهويه اعلمت اللي هي باش تاخذ الطفله وباش تقوم بالسويفي بسيكولوجيك نيسيسير باش يعاونوها تتجاوز هذا الكل. براتيكمون نفس اللي صار المره الاخرى والمره اللي قبلها وفي المرات اللي سمعناهم الكل. دونك الحقيقه نتاع ربي ما عندي ما نقول، خاطر نفس التساؤلات اذا كان نرجعوا لنفس الاكستري كل مره، شنو وصل تلميذ عمره 3 سنين عمل باش يستحق انه يتضرب على صوابعه اللي يتكسروا صوابعه؟ معناه ما فماش حاجه تبرر العنف بصفه عامه، وما فماش بصفه خاصه حاجه تبرر انه طفله عمرها 8 سنين يتكسروا صوابعها. ما نعرفش شنو وصلت عملت في وسط قسم. دونك تخلينا نمشيو في حاجه واحده بركة، انه المعلم نهار اللي جاي الوغ انا ما نحبش نطيح في السبيكولاسيون، ما نحبش نتخيل هذاك شنو صار في مخه وهذاك شنو عمل اما ما نجمش ما نتخيلش ان طونك ام ان طونك عبد لازم يحكي على الواقع انه المعلم كيف جاي في حاله ماهيش عاديه تخليه انه يتغشش من ابسط الحاجات، والا يصب الغش نتاعو على تلميذه اللي عملت ليدها لساقها باش صوابعها يتكسروا وتقعد في جبيرة ما أقلش من شهر. لا جبيرة ذيك تتنسي، جبيرة تتنسي أيوة. قدام الألم النفسي. أما اللي باش تعيش بيه ما تخيلوا تعيش بكره لأي، مش للمكتبة كهو، باش تعيش الكره لأي واحد كيفا غبخيزونتي بالنسبة لها عبدي علمها حاجة والإيميولياسيون قدام صحابها، معني الإيميولياسيون الإهانة اللي تهنتها قدام صحابها بالحق ما سابرة. انا باش نخزر للموضوع من جانب اخر، خاطر هي قالت مسكينه قداش باش تقعد وقلنا جبيره يمكن تتنحى والكل، هي مشكله المواقع التواصل الاجتماعي اللي هي الطفله هذه، معناها صحيح حكايتها ولات معروفه، العبد الكل تحكي عليها الحمد لله، الوجه الكولاستون ماهوش موجود يعني افكتيفمون لا عاد الحمد لله. بالحق انا نقول اللي عندنا قوانين في تونس وعندنا مجله حمايه الطفل وعندنا في لي ريزو سوسيو، احنا هنا عندنا تو جمعتين من موضوع الموضوع يقول يشوفنيهم صغار صغار يظهر لي تحكي معناتها في الكلاس في القسم مش على الريزو سوسيو. ليه نحن انا نحكي بصفه عامه، ولكن حتى في الريزو سوسيو سامحني فما شكون شكي ما نعرفش انا، راه حتى انت راه تمشي تشكي والا ما تمشي تشكي تقول راني انا ما نحبش معناها وجهي يتعدى والا لي معناها عاد اي حاجه تدور بالريزو سوسيو ما عنديش قوانين. صابر انت تعرف اكثر مني في القوانين، اما اليوم لو انه هي سامحني حتى النيابه العموميه في قضايا الاطفال تتعهد وحدها بالقضيه وهي اللي اما اليوم لي ريزو سوسيو خذاو بلاصه كبيره برشا في حياتنا، مي اون كونتر بارتي ما فماش قوانين تحمي والا تعاقب والا تجرم على اللي قاعد يصير في لي ريزو سوسيو وقاعدين نشوفوا في جرائم. معناها هي حتى مشكله الملكيه الفكريه في الفيسبوك قاعده تتحكي برشا حتى في العالم، يعني بالحق فما برشا مشاكل في المواقع التواصل الاجتماعي. ولكن خليني نقول حاجه اخرى باهيه في الموضوع، ولو انه الاخبار خايب اكيد نتصور انا نوع من الاخبار هذه اللي تخلي شويه المربين والا المعلمين اللي هما قاعدين يعملوا في الحاجات هذه مش العبيد الكل بيان سور خايبه تتزعزع شويه وتولي تحسبها وتولي العبيد تخاف ان شاء الله اسبيرون بيان كو العبيد تولي تخاف، معناها مواقع التواصل الاجتماعي والاخبار كي تدور عليها تولي بطريقه انها هي تخدم بالباهي. معناها واحد من الناس كنت نتمنى انهم يخموا ويراجعوا رواحهم ويخافوا قبل ما يضرب واحد واثنين وثلاثه ونفسيتهم تتازم. مانيش لازمنا نخلطوا سامحني الا ما عبيد يتضروا باش وقتها نقعد نخمو، هذا مش كان في التعليم في اي مجال، على خاطر اليوم وقت اللي يتسلط الضوء على موضوع ناس كل تتكبس، ناس كل تقعد تخمم وترجع روحها وتقول غدوه ينجموا يحكيوا عليا في الفيسبوك. وحاجه اخرى سامحنيكم شوكي شويه العبيد سامحني نضال، راهو انا ماهوش حكم قضائي، هذا ماهوش صادر على كيما نقول وكيل جمهوريه والا قاضي، تكسرت ايديها بالاستاذ والا طاحت والا زاد راهو الحقيقه باش نبداو وما نعرفوش الواقعه كما هي صارت. صابر صوابعها تكسرت مش ايديها راهو ساشون كو يلزمنا نعرفوا انه ام الطفله وخالتها قالوا لي هو ضرب التلامذه الكل معناتها عقاب للناس الكل رفخهم الكل اي وانه نبهوا عليه الجمعه اللي فاتت على خاطر زاد صارت حكايه كيف ما هكا وضرب طفل بزيد خلينا نقولوا دونك كيما حبيتو نقولو معناها هي الروايه نتاع الاولياء نتاع المغرين. خلينا نعمل امتي تور دو تاب باش نسال انا شكون معناتها خلينا بالحق نكونوا غالي شكون تضرب قبل البروف كلنا يظهر لي تضربت خويا بالعصا تضربت بالكف انا يظهر لي الوحيد فيكم اللي قريت في القرن الفايت
دونك في فرنسا انا قريت مراد انت الحمد لله خلطت عليك بعد يعطيكم بونبون ما يضربوكمش في ناج مارسيليا صديقي وقريت في الحفصيه قريت في مالطا الصغيره وقريت في مدرسه صغيره يغمز لك عرف على الحفصيه قد الفوله بومبيوتر شو اللي خاني تو اللي خاني فهمتي دونك شد بلاستيك خلينا نرجع طبعا يا اخي بياسو تضرب كلنا تضربنا درجات تشكيلات شويه عصا زيتون شويه ماسكرا برشا فازيت كلنا تضربنا بدرجات فما ضرب من ضرب وفما على اليدين انا وصلت لمرحله ضربت على اليدين الكل معناها الكف هكا وهكا كانوا يتمنوا يا مرأة خويبك عليه هكا لو طلعنا اشخاص معناها متوازنين وشخصيات محلانا بدون عقد على الاخر متوازنين مشكله فيش قبل معناتها كان الحكاية ذي كانت ممكن تظهر لنا وكي ترجع بتوالي وكو بلوس لو كانوا ممكن لي بارون تاعنا كانوا ياكلوا ضرب اكثر فهمني دوك ماشيه وتنقص كي تجي تشوف هذايا فيغ يا ميزور دو تون معناتها قدم تنقص صحيتني ضرب ماشيه وتنقص خاطر كي تسمع بها تو تستغربها خاطر تو ماشيه وتنقص تو تجي تشوف مازالوا فما ضرب في المدارس مع صغيرات فهمتي 8 سنين 7 سنين الحقيقه ما انا ما كونتر على الاخر انت الابتدائي وقتاش قريت؟ انا الابتدائي 2000 2000 انت في الابتدائي ديجا ما عادش يضربوا نورمال ما وقتها لا وقتها انا باغكونتخ انت على سؤالك اي تضربت مثلا انا في المكتب اما ما نتذكرش روحي تضربت عمري 6 سنين 7 سنين انا تضربت في الكتاب ما نتذكرش روحي نعمل حاجه تستحق اي نضرب عليها في قسم 6 سنين 7 سنين راني انا ما نتذكرش انا هو العام اللي ما تضربتش فيه باركونتر باركونتر والله صدقني شوف ماني انا قريت معناتها في تونس حتى السنه الرابعه ولا خمسه ابتدائي وبعد طلعت لفرنسا دوك عمري 10 سنين دايوغرا معناتها نحكيها في السبيكتاكل نتاعي وبالحق صارت لي ماهيش معناتها ماهوش كاش مكتوب خاطر صارت لي بالحق كي خلطت لفرنسا عمري 10 سنين مره البروف تغش عليا ودرا شنو قال لي اجي للتابلو معناتها متغش مشيت له ومادد يديا زوج معناتها نستنى فيه باش يضربني قعد يغزر لي بروف تاع شبيك قلت له ما تهكا مديت يديا ودور وجهي نتاع اضرب برك مش فاهم وقتها فهمني قال لي كارنيت كورسبوندونس صار هكا الحكايه محليها العيشة هوني ومال الشعور متاع الضربة تقعد يديك تفن اسمه نمشي لك كلام ده ونمشي لك كلام ده في فرنسا مصد كيزة كنت أقول ميو دي زيه تعمل ديك زيه سنتيك ما همش بشو ضربوكم را ما همش بشو ضربوكم يا شمع حقهم عملوا اتيود على زملائك وعلى المنظومه التربويه كيف فسدت انت كيف في فرنسا تقول لهم اعملوا شحبوا ما كنتش تضربوا شنو هي الكايت كوريسبوند شنو مشكلتكم انتم كرني كوريسبوند اي معني انت نورمال ما مشي تقول لهم اعملوا شنو تحبوا جاي في ورقه الحكايه نورمال اوتوكا ان شاء الله اوتوكا نقول لكم احكيهم تضحكوش عليا تعرف اش كنت تضرب انا وانا صغير على الاكس اللي عملت عليها اشوفوا شمو اشوفوا شمو قص برشا على البروف دونك اشكر نضال توا اليوم من هذا عندنا شهرين مازال ما ضربكش هذاك على تروماتيزي انا مازال ديما نشوفوش دونك المهم كيف ما قلنا معناتها الحكايه هذيا في تونس قاعده تنقص وفيغ ميزور دو تون معناتها احنا تضربنا وجينيراسيون هذيا قاعده تضرب اقل مازالت فما موجوده اما هذا ما ان شاء الله اون افونس تري رابيدمون باش ناخذوا الاستاد اللي كيف ما برشا بلدان اخرين متقدمين ما عادش يكون ضرب سوليسيون هذه هي الحكايه حبيت نقولها خلينا نمشيو لخبر اخر باش يجينا من عند صابره باش نحكيو على كتاب الغنوشي اللي تم السحب نتاعو من معرض الكتاب هو للتوضيح ماهوش كتاب كاتبه راشد الغنوشي ولا الكتاب يحكي عليه راشد الغنوشي وزيد فما خبر اخر في نفس الموضوع هو خبر معناها سحب ولا منع عرض كتاب ربح الخرايفي اللي هو الباحث في القانون الدستوري وسحبه من المعرض بيان سور دونك كان السبب نتاع منع الكتاب هذايا العنوان نتاعو حسب حسب المسؤولين شنو قالوا انه العنوان هو الفساد والدوله الفاشله تونس نموذجا دونك قال رابح الخرايفي في تدوينه ليه على الفيسبوك انه رفض عرض كتابه في المعرض السبب نتاعو هو انه يسيء لتونس وقال انه هذا تصرف غريب والحجه تضحك هو هذا انا الملف هذا حكيت فيه مع الدار مش دار نشر ستوند دار الكتاب لا لا ستوند اللي كان موجود فيه الكتاب تاع ربح الخرايفي انا كنت في معرض كتاب البارح في الليل بون الروايات الكل تقريبا تقول معناها تصرف شخصي تصرف شخصي واحد من دوز اجونس سيكوريتير واحد بون مش سيكوريتير
ما نعرفش شنو قالوا. اي لا لا مش سوجيكات انا هذوما نحكيو على ناس بلوس او موان تبعين للداخل. الاداره قالت اللي الحكايه هذه جات مع اكسيون انديفيديوال من دوز اجون سيكوريتي. هذه شنو قالت الاداره؟ انا باش نعطيك انا المصدر نتاعي انه اللي جا ما همش على اساسها ما همش سوجيكات. ناس وزاره الثقافه وزاره الداخليه الله اعلم. سلكت الحكايه وربح الخرايفي الكتاب نتاعو موجود. بون يعجبنا ما يعجبنيش هذيك مساله اخرى. ربح الخرايفي معارض للتو القيس سعيد. الحاجه اللي تخوف لازم ننبهوا عليها في هذه وفي الكتاب على رشد الغنوشي البارح اللي مشى على الميدان والروايات الكل تقول لي راه فما شويه قاعدين نرجعوا للتصرفات نتاع بن علي. ردوا بالنا البارح وزيرة الثقافه الناس اللي حاضره كي ترى انت وزير الثقافه هابطه ثانيه الركبه وماشيه تلوج على الكتاب وتدخل في ديها في ستوند وتحب تسكر ستوند شو مدخلك انت يا مدام؟ علاش هو يا سيدي نمشي واحنا في الـ في الـ في الـ كيفاش يقولوا في التفسير القانوني هو واش قالوا لنا؟ قالوا لنا انه صابره الدور نشر الستوند تاع البلدان الاجنبيه تجيب قائمه في الكتب. يبدو انه الكتاب على رشد الغنوشي اللي هو كتاب يشكر زعما في رشد الغنوشي ماهوش موجود في القائمه. دونك قانونيا جاءوا دخلوا قالوا الكتاب هذاك باش نحيوه. هذا الروايه الرسميه انا ما عنديش ما يثبت وما عنديش ما ينفي. الحاجه الوحيده انه كي ترى انت عضو من الحكومه ماشي سامحني تمرمد في حكايه كيف من هكا تقول نردوا بالنا من توا نكونوا حذرين لعوده التصرفات نوفمبريه. هذه فازات ريناها وقت 7 نوفمبر ماذا بين الصفحه هذه تتتوا تماما. بلادنا بلاد حريه بلاد قانون اما بلاد حريه ومصادرة الكتاب في معرض الكتاب وإلا أنك تقول تنعت بالسبوع كتاب ذاك على خاطر هو توا يشكر ولا تابع الشخص ضد الحاكم الحالي لتونس ولا اللي يحبوه التوانسة توا راهو هذا يخوف. دونك احنا دورنا وهذا يدور لي علاش بدنا عليه الموضوع دورنا نشدوا الفرينوات ونحلوا عينينا ما نرجعوش الحاجات اللي ما كناش نحبوها واللي هزت تونس الهوى. وشفنا قبل الكتب ولا انا غلطت مراد وصابره كانوا موجودين في معرض دولي الكتاب كما كتاب الصافي سعيد بورقيبه السيره شبه محرمه وكان موجود معناها ما تمنعش انه يتباع ولا انه توا تحكي لا في الدورات السابقه. علاش نحن قعدنا سنوات في المعارض نتاع الكتاب اللي سينا فيها مكتوب اللي هي الحقيقه نتاع ربي نورمالمون ما تدخلش للبلاد جمله اللي فيها هي افكار متعصبه وافكار هذيك زاد حاجه اخرى. اي دونك ليه ما حبيت نقول لك مراد زاد اوكي ما انا معاه انه العباد تكتب العباد تبدع وانا ضد اي انسان معناها يوقف انسان ولا يوقف كتاب مع انسان ولكن صحيح اللي صار غلط واللي صار ما يجيش ولكن زادا يلزم تكون عينينا على محتوى الكتب معاك. اللي قاعده تتباع واللي قاعده تدخل سوني با لو كان تاع كلام او كتاب ربح الخرايفي هذا اكيد. انا حسب هو ما قال الاسم نتاع الكتاب هو اللي ظهر لهم مش السبب هو السبب على خاطر هلا يمات يتعدى في الجزيره وهو خطابه ضد قيس سعيد. دونك باش نكون واضحين انا معاك مليار في المية هذا موضوع اخر. لليوم ما زلنا قاعدين نشوفوا في كتابات نتاع ناس متطرفة وهابية ارهابية تدعو للعنف معناها الجزء الغير المشرق من كل كتابات دينية وهذا موجود وهذا زاد باب لازم نحكيو عليه. خليني نعطي الكلمة لفاطمة حبيت تقول حاجة. حبيت نقول حاجة اللي كنتوا تحكيوا فيه معناها الوجه الخايب نتاع معرض الكتاب ولكن فما حاجة باهية صارت في معرض الكتاب حبيت نحكي عليها. انه مجموعة من العباد لي زيكسبوزون واللي عندهم كتب غاديكا قاموا بالتبرع ببرشا كتب لصالح الأولاد الصغار اللي راقدين في سبيطار الصغار. برافو شباب سعدي برافو. دونك عطاوهم شوية كتب باش يوسعوا بهم بالهم وهما قاعدين يواجهوا في المرض والا هما راقدين في السبيطار. دونك حاجه باهيه صارت في معرض الكتاب. يظهر لي باهيه انه سنه فما 130 الف اي لحد البارح 130 الف اللي هو يتسمى معناتها عدد باهي ومحترم جدا محترم جدا حاجه تفرخ. نسكروا تو الموضوع هذا نمشيو للبيبليسيتي ميساج مراد لا لا جوست باش نقول انا نمشي كتاب احنا نمشيو هذا كتاب علي الويتي اسمه سواح العشق خرافة الأمير أحمد الكامل بن سلطان غرناطة بالدارجة سلطان بالدارجة مسرحية كاتب السيناريو السيناريست المعروف
ما هو راه مش كت بركة الخطة على البيت. ما هو العبيد تعرفوا على خاطر تقول انت سواق لذلك تب اسمه محمد الحبيشي على السوحلية وثائق نادرة زمان البيت ودولة البرجيبية تفهم عليش السوحلية بعد كانوا ديما قراب للحكم وفما برش حاجة تخرين قديت الطب اخرين منهم تابل حبيب السيد منهم كنت تسمعوا في نسيحة مراد كان تحبوا على كتب بيته كان تحبوا تمشيوا فزوا أولادكم انا اليوم ماشي خاطر عندي مجموعة من الكتب نحب نشريها والتخفيضات راه كله 20% و25 و30% دونك فرصه باش تاخذوا كتب انت قداش انت قداش حطيت الكل في كل مراد البارح نحسب والله ماشي ماشي باش نحط عندي بيدجي 150 160 في الاخر صرفت فوق 300 اما اي فوق 300 اما زيدة 300 كي تنحي لي 20% معناها كان جيت في وقت عادي راهو ذوكم واضح خلينا نمشيو للبيبليسيتي وقعدوا متبرنشين معنا ما تبدلوش باش نرجعوا لكم بالربح كيف ما العاده في المعرفه طيبه الكويس نجموا تربحوا معنا مبلغ ينجم حتى يفوت مليون 31,380,000 انا راجعين تول سويت بعد البيبليسيتي حتى للتسعة ونص وقايد نتاع الربح وقايد نتاع المعرفه طيبه قبل كل شيء قبل هذا نحب نحكيوا شويه على لويالتي الادماج المهني عنصر مهم في التعليم العالي هذاك علاش لويالتي عملت بلاتفورم للزيتيديون اللي تخرجوا باش ينجموا ينشروا لي سي في نتاعهم ويلقاو دي ستاج وحتى خدم مش هذاك هو السيرفيس دو اورينتاسيون اي لانسيرسيون بروفيسيونيل يقترح عليكم دي وركشوب دي كونفرنس سور لي ميتيي دي سالون دو لومبلوا بحضور شركات دون تو لي دومين شدوا معايا 24 نوفمبر دات مهم ال 24 نوفمبر دات فما وركشوب تنظمها لويالتي باش يحضروا فيها مدربين مؤهلين يعلموكم لي تكنيك اللازمين باش تلقاو خدمه وتحسنوا لي سي في نتاعكم ويعطيوكم دي استوس اي لي تكنيك دو كوميونيكاسيون دو باز باش تنجحوا لونتروتيان دومبوش نتاعكم نهار 1 ديسمبر زاد دات مهمه لويالتي تنظم فيها سالون salon d'emploi à l'université ULT avec des entreprises partenaires dans les domaines l'école. Donc bonne chance à tous les étudiants de l'ULT. Hey CJ, نبدأ اليوم باش يكون معنا اللاعب الخامس كالعادة أسئلة كويز كل سؤال صحيح 50 دينار كل سؤال غلط نرجع للصفر tout de suite في المعرفة الطيبة. المعرفة طيبة اليوم باش يكون معنا اللاعب الخامس اللي باش يكون معاكم هو عربي عربي صباح خير صباح النور بابا يا عربي ظهري حطت الراديو بجنبك كنت تسكرها الراديو ونسوق تسمع بعضك مش خليت خويا راديو وتليفون وتسوق هاي خويا خلينا نركزوا في حاجة باركش قولك كان توقف الكهرباء هكا على اليمين وتركز معنا خاطر تنجم تخرج رابح راه مبلغ يفوت المليون يظهر هذا يزمو شوية تركيز خاطر انا معاك انا خاطر نخدم تكسي جامعي فهمتني باه استشارة جماعة هذا كركر معاك عبيد يا عربي مش تغشوا رواك مش وصلت هو لترمينيس صعبة العباد في أقل من دقيقة وصلت لترمينيس كنت تجري وقت كلمتني أخوي تكسي جماعة كيك من بربي يا عربي يا عربي يا عربي يا أخو بخاطرك في السنترو فيل ما تفوتش 130 وفي اللوتوروت أقل من 190 اسمعني انا كلامك صحيح ومقبول فما عباد فما المنظمين اما مكثرين ماهمش منظمين صحيح صحيح ايه خلينا احنا ننظموا رواحنا كي نبداو مثلا نحكيو في التليفون مع اي اف ام وين ما نسوقوش يا نذال العربي راه تقول له هو وين في محطه يجيك لي اف ام في ثلاثة دقائق راه كان يحب يجي لي يجي يحضر معنا في بلاتو باه عربي تونسير مش خلينا فما عباد تسمع فينا خلينا نوريو الاكزامبل باهي حاجه باهيه كي نركزوا على حاجه برك نسوقوا يا العربي سؤال خويا قبل ما نبداو يا اخي خلصت على الجماعه ولا تمشيش تعدي في الطرح ديجا خلصت عليهم توا صحيح جوش تكمل تلعب وما يهبتي وروح اي معاكم وقفت عربي اي لا جعلنا جرة اخوي كما يقولوها ليه حاضر حاضر يا سيدي كل جواب صحيح عندك 50 دينار تتزيد كل جواب غلط نرجع للصفر اي خوي يلا نبدأ مع سابرة 3-2-1 توب كرونو سابرة فانا عام تأسس الانستغرام فانا عام تأسس الانستغرام 2009 2010 2013 2010 2010 والجواب صحيح 50 دينار دالي باب شكون الممثل أسس. اللي عمل تأسس شكون الممثل اللي عمل دور المريشار عمار حمدة بنت جيني محمد كوكا رمضان شتى حمدة بنت جيني والجواب صحيح 100 دينار فاطمة في أنا بلاد نشأت رياضة الكونغ فو جابون الشين كوريا
كوريا. كوريا والجواب غلط. نرجع للصفر. مراد، في أنا عام وفات الحرب العالمية الثانية 1943 1945 1947 1945 هو الجواب صحيح. 50 دينار. عربي. نعم بابا. شنو لون الديسانيمي لسيمبسون؟ لسيمبسون شنو لونهم؟ أحمر أخضر ولا أصفر؟ مسمعتك الديسانيمي لسيمبسون شنو لونهم؟ أحمر أخضر ولا أصفر؟ أصفر. 100 دينار. سافرة، شكون من الدول هذه العالم تاعها ما فيه شهلال؟ الجزائر، ماليزيا، اندونيسيا. ماليزيا والجواب غلط. نرجعوا للصفر. دالي باب، شكونو فلاديمير إيليتش أوليانوف؟ لينين، ستالين ولا تشيغيفارا؟ يضحك العربي يضحك. ليلين. ليلين. لينين والجواب صحيح. 50 دينار. فاطمة، ممثل مصري قديم. لا هذا لا عليه. عاصمة كينيا هي نيروبي، كوناكري، دودوما. نيروبي والجواب صحيح. 100 دينار. مراد، شكون هي؟ هيا احنا تبطأنا شكون صور لنوي اتوالي؟ بيكاسو، فان جوغ ولا كلود موني؟ لنوي اتوالي موني ذوري نو؟ لا فان جوغ. هرزمون الوقت فيه. عربي، اخوي 100 دينار. اخوي ظهر فيك عاود حليت الراديو. اي كان انا نقول لك 100 دينار في التليفون، كيف تسمع الراديو تسمع 100 دينار مش انا نقول لك 100 دينار في التليفون. ربي يفضلك، مبروك عليك 100 دينار عربي خويا. اسمعني عربي. باب، توعدنا ما عادش تليفون وراديو وسوقان ومعك العبيد ولا تليفون وعلى كاميرا راديو ديما يا فيما مين ديما نتابعكم عصبي عن خمر. معلم مبروك عليك، ألف مبروك وشرا نهارك زينت من كل وعربي بربي عايش كنزال ربي فضل. وعربي كما قلنا بربي ما تفوتش 180 ديما 170 180 خويا ليه والله ليه والله إيه عنك لنا فكرة خايبة البيه والخايب في كل بلاس، أما الخايب رب أكثر من البيه تو. أنت قلت الله المستعان يا رب. ربي عينك أسعد ليه عربي في الأمين. بسلام نحب أقدم تحية بالله. تفضل بابا سامحني. نحب أقدم تحية لأمي وبابا ولد حومتي وسيختك لجميع المنظمين المحترمين رويحهم هذوكم والأكبر جمعية في تونس ترى جريدة تونس. ربي يفضلهم لك الكل عربي. نتمنى لك كل الخير إن شاء الله نهارك أسعد الأيام. خلينا توا نمشي للميتيو الأخبار ونرجع لكم شوية أخر وقد متبرشين معنا برشا أخبار يسنيوا فيكم مع صابر بعد في الترندينغ. أتو تسويت يفام ميتيو كان معاكم كل يوم من 7 حتى للتسعة ونص أو 9:11 كان مزيد وكي قمتم إن شاء الله نهاركم زين. نتمنى لكم كل الخير وين ما كنت تسمعوا فينا على يفهم أحلى راديو. وقايد كيف ما العادة باش نمشي ونشوفوا شفا ما فماش في الديجيتال في الانترنت. تو سويت الترندينج مع صابرة. ترندينج ترندينج اليوم نبدأ بها خبر غريب شوية اللي هو إلغاء منصب مفتي الجمهورية. أي نعم، الغاء منصب مفتي الجمهورية والعيد والرمضان. الخبر هذا يجينا من سوريا. وقت اللي قرر مفتي الجمهورية في سوريا. في سوريا واضح. وقت اللي مفتي تعلمتك بسنا تو صابرة. وقت اللي النظام السوري يقرر إلغاء منصب مفتي الجمهورية اللي أثار جدل كبير في الأوساط السورية وحتى العربية. البعض يشوف أنه مرسوم إلغاء هاته الوظيفة انتصار لوزارة الأوقاف، بما أنه وزير الأوقاف باش تولي عنده كل الصلاحيات واللي كانت ينافس فيها معاه مفتي الجمهورية. والبعض الآخر وهذا اللي قلق كل برشا عباد اعتبر أنه تفسير سورة من القرآن من المفتي اللي كان موجود اللي هو اسمه حسون هو سبب وراء إلغاء هذا المنصب بأكمله وإزاحة مفتي الجمهورية. المعارضين متاع النظام السوري شافوا أنه الأمر فيه أبعاد سياسية وتتعلق بالنفوذ الإيراني في سوريا. هذا خبر معقد ومركب. هو فسر سورة، هو فسر سورة متاع سورة التين والزيتون معناها. دونك ربطها في وسط التعليق، ربط قال معناها الأرض المكرمة هي الأرض متاع مكة السعودية، وبدأ يمجد معناها في السعودية والكل. ونحن نعرفوا اللي فما مشاكل سياسية، فما أبعاد سياسية وبشر مقاومي هو
فوالا و... وما نساوش زيد راهو سوريا معناها ماهمش سنه كيفنا احنا بنفس طريقهم علويين اللي هو فرقه خاصه واللي حتى المفتي غادي كان عنده دور خاص مش كيما المفتي نتاع تونس. نكملوا في الاخبار. مازلنا في سوريا وطوى نمشيوا للفن وقت اللي نسمعوا انه جورج وسوف يصور مسلسل وثائقي يحكي على السيره الذاتيه نتاعو. الاخبار هذيا دار برشا تريندينغ وهبط المسلسل في في ابلكاسيون شاهد. العباد الكل قعدت معناها بيتا خاطر جورج وسوف ما قالش على الخبر هذايا انه باش يحكي على السيره الذاتيه نتاعو، ولكن برشا انتقادات على خاطر جورج وسوف باش يجسد جورج وسوف مش باش يكون ممثل اخر في بلاستو. نعرفوا اللي الحاله الصحيه نتاع جورج وسوف متدهوره جدا، حتى المعجبين نتاعو لقاو برشا نقد ليه وقالوا له كنت تنجم تحط ممثل اخر في بلاستك خاطر انت الحقيقه قدرتك الجسديه ما تنجمش تجسد. ربي يشفي بالك شي. فما حاجه تصير ديما هكا ساعات في الـ في الـ في الـ في لي سيري ولا الافلام اللي يعملوهم يبداو اوتوبيوغرافيك، تلقى ممثل اخر يمثل مثلا انه هو صغير وهو كيكبر كل شيء، بعد في الاخر هو يعمل اون اباريسيون مثلا تنجم تكون دو تروا سيكونس معناتها كيما كنت حتى انخلطت العمر هذاك كي اخلطوا الاكتواليتي معناتها دو نو جور يعمل هو مثلا دو تروا سيكونس هكا. انا معاك في الموضوع ذي، ولكن هو حتى جورج وسوف يعني حتى انه باش يمثل اوكي باش يمثل المرحله الاخرانيه نتاع انه هو تدهور صحيا معاك، ولكن ابارامون نحن مازلنا ما شفناش المسلسل ولكن جورج وسوف مثل فيه بالكدا مثل دونك ما نتصورش كان باش يكون فقط لقطات نتاع انه هو مريض في المرحله الاخيره نتاعو. اختار برشا صغار مش معروفه، برشا ممثلين اختار برشا ممثلين مش معروفين باش يعمل المسلسل نتاعو، كان معناه خدم عليه برشا ونستناو نشوف المسلسل هذا هبطوا منه حلقتين ومزال. زلاتان ابراهيموفيتش زاد مراد من علاش كان سمعت خرج فيلم خرج الفيلم الجمعه هذه اللي تعديت نتاع فيلم يحكي عليه هو توبيوغرافيك. قل لي في ما زلتش تحكي على سوريا ولا لا؟ لا خاطر الممثل اللي تفرجوا في باب الحاره الكل نورمال تعرفوه اللي عمل ابو جوده في باب الحاره الممثل زهير رمضان في ذمه ليه توفى البارح الله يرحمه. وكان هبط علي قصي الخولي الممثل السوري رساله مؤثره جدا معناها خاطر هو كان نقيب هو كان نقيب الممثلين في سوريا زاد معناتها ممثل وكان نقيب الممثلين في سوريا وكانوا معناتها عندهم حبه خاصه في الوسط الفني في سوريا. والحقيقه هو الخبر هذايا خاطر موت وهبط اكثر من مره في جمعتين وكان هو تاثر هو على خاطره مريض برشا وتاثر برشا معناها بالكلام اللي قاعد يتقال على موته دونك الله يرحمه وفقدت الساحه العربيه الكل ممثل كيف ما هذايا. خبر اخر يجينا من ليبيا طوى الشقيقة ليبيا وقت اللي وزير الداخلية متاع حكومة الدبيبة يقيل مدير أمن سبها اللي هي البلاد هذية اللي تقع المدينة اللي تقع في جنوب البلاد. أنتم ما تتصوروا علاش أقال مدير الأمن وزير الداخلية؟ أقالوا على خاطر معناها بسبب ابتسامته وقت اللي هو واقف وراء سيف الإسلام نهارة اللي هو يقدم في الترشح متاعه للانتخابات الرئاسية بسبب ضحكة ابتسامة وهو واقف وراء سيف الإسلام. أي وزير الداخلية الليبي يقيل مدير الأمن. ونعرفوا اللي نحن مدينة سبها زادة لمحة صغيرة تسمى بأرض الشرارة على خاطر الفاتح من سبتمبر بدأ من غاديكا والبيان بتاع الفاتح من سبتمبر بدأ من غاديكا دونك المخاوف الليبية اللي ضد نظام القذافي قاعدة تخدم بالقدا. نذكروا اللي الفاتح من سبتمبر هو تاريخ صعود القذافي للحكم عام 1969 دونك سبا معروفة أني قريبة من القذافي. إن شاء الله نكملوا الكرونيك هذه ونظام مازال واقف مش طايع الكرسي رخ شوية الكرسي رخ خايب وزادة اسمعوا الكرسي زادة استحمل برشا من نظام من ليمت هذوما قاعد نسمع ولا يلزمنا نرجع نحكيه دو توت فاسون على سيف الإسلام ترشح سيف الإسلام والانتخابات واللي احنا نورمالمون ليبيا في ديسمبر تنتخب البرلمان والرئيس وهو للتذكير انا نهار السبت عندي ديما ركن بتبيع بتبيعه دوك نذكروا نهار السبت تلقاو مراد عندنا اجنده نهار السبت من نص نهار حتى الماضي ساعتين السبت هذا باش تكون ايميسيون سبيسيال
السفاقس دونك باش نحكيو على الزبله حاشيكم وغير الزبله وعندك انفيتي اللي هو باش يكون صلاح الدين الزحاف لونسيان بريزيدون تاع سي اس اس اما تهنيو ماهوش باش نحكيو باه احنا ليميسيون الساعه الاولى بتبيع على الاركان العاديه نتاعنا باش نرجعوا نحكيو على ليبيا على سيف الاسلام على الانتخابات باش تصير ولا مش باش تصير باش نحكيو على رايك مراد هكا العبيد تسمع فينا انت رايك في ترشح سيف الاسلام الحقيقه والله موضوع شوف الثورات الكل اديت وانه في وقت من الاوقات الناس فدت من وضعيه حبت ترجع اللي هو قبل باش نكونوا واضحين ومتفقين وكل دونك سيف الاسلام ابارتير دو موان قانونين يستوفى كامل الشروط اما ما تصورش باش ينجح معني انا قاعد نتبعته مش لازم نحكيوا على ليبيا اكثر الدبيبه قاعد يعمل في حمله انتخابيه قوي نهار السبت بتيام من نص النهار دونك باش تكون عندنا اجنده كيف ما العاده البرنامج باش نحكيوا فيها على ليبيا الساعه الثانيه باش خاصوها لصفاقس لانه على عكس ما هو قاعد يروج فانه مشكله الزبله ما تحلتش في صفاقس عندنا برشا شهادات تقول وانه مشكله الزبله ما تلمتش ما تحلتش وما هيش باش تتحل وهذاك علاش حبينا نحكي وزاد على حاجات اخرين مثلا حاجه اثرت انتباه الناس وهذه تمنا الكل معناها تعرفوا انتم اللي مطار صفاقس براتيكمون مسيب من طرف الدوله التونسيه اللي تونسير ما هيش قاعده تخدم على صفاقس ولكن ترانزافيا لا كومباني فرونسيز قررت وانه تعمل فول ليون صفاقس وباريس صفاقس يعني حاجه سي اون ابيراسيون طون ميو هاكا البريفي جي اوفا البريفي ترانزافيا اير فرانس فيها والحاجه هذه تعملها تونسير واليوم مشكله الزبله تورينا قديش الدوله كانت ضعيفه وغايبه في مدينه من اهم المدن سلاح زحاف لسانه طويل من اهم المدافعين وبشراسه كبيره على صفاقس وكذلك عندهم يقول ابارو انه كان رئيس نادي صفاقسي ستان اكسبير كونتابل دو نيفو انترناسيونال كان في المجلس التاسيسي ما ننساش من في 2011 من الناس اللي كتبوا دستور عنده راي مهم ونحبوا نسمعوه نهار سبت من نص نهار هذا الكل يستنى فيكم كيف ما قلنا نهار السبت مع مراد عندنا اجنده من نص نهار حتى الماضي ساعتين باش نرجعوا رابيدمون الموضوع ليبيا جوست حبيت نقول اللي موضوع ليبيا يلزمنا نحكيو فيه وان شاء الله نحكيو فيه الجمعه الجايه على خاطر مربوطين برشا برشا علاقات ما بيناتنا وتو الناس كل غادي معناتها فرنسا تركيا مصر روسيا المصالح مضاربه نتاعهم غادي العينين الكل على ليبيا وكان ما تستقرش ليبيا نجم نقولوا لي تونس ما تنجم تستقر في ريغولاسيون اللي ما بيناتنا نكملوا في تريندينغ من خبر آخر يجينا من تركيا وقت اللي حتى السواح يعني في العالم اللي يمشيوا لتركيا برشا يعرفوا نصرة الطاهي والطباخ المشهور واللي هو صاحب المطاعم متاع ستيك هاوس في تركيا وعنده أكثر من 22 مطعم في العالم وقت اللي تقرر السلطات التركية أن هي تغلق مطعم من المطاعم متاعه صار جدل كبير حول الملح اللي هكا ذاك نتاع الملح دونك بين اخذ ورد ومحاكم طلعت الحكايه ونصره يشكي وهما يرجعوا عليه طلع السبب انه هو ماهوش محترم البروتوكول نتاع التدخين انه هو ما عندوش الحق يحل المطاعم نتاعو باش الناس تتكيف فيها يوريك اللي الدوله واقفه حتى لو كان هو يدخل فيه برشا فلوس للبلاد راهي العباد قاعده تجي ميزابار الفلوس يدخلهم للبلاد التصوير والعبيد والسيليبريتي والصوره واحد مع عالم كامل اما سافا معناتها فينا قضيه اكبر اما سافا سلكها سلكها الكل على خاطر قاعده تتسائل معناها حتى في المواقع التواصل الاجتماعي على سبب الغلق هذايا ولكن اتضح انه هو مشكل نتاع تدخين نعملوا باج بيوب صغيره صابره ونرجع لك تسي ماتينال فايقين مع نضال فايقين معنا كل يوم من 7 حتى ل 9 ونص خلتنا طول اخر ليميسيون تاعنا نحب نشكركم انتوما اللي تسمعوا فينا كل يوم ميرسي على ثقتكم نحب نشكر ليكيب اللي معايا اليوم وبيان سور جنود الخفي نحكي على امينه بوغنجر ايداكم شيف برود علي عرعود خليلو في الاخراج وسليم حمزة وإيمان ملكي في FM TV دليلة فرشيشي في السيت وشايمة إبراهيمي في ديجيتال يعجبكم الصحة نشكركم نكملوا مع موزيكا جينا من عند بيرنا بوي Another Story موزيكا اختارتها أنا كالعادة مرسل ناس تسكر الميسان بكم تدفان ميساج مرادية حرمتنا منها يظهر لها شو اسمها اللي تغن اللي لا بيرنا بوي بيرنا بوي شنو ليش ما قال من جرومبي برنا برنا ورجعنا لا لا برنا برنا ورجعنا لا لا ولا زيد كريم بنزيما يلعب في البرنا بوي برنا بيو
خلينا نتقابلوا غدوه 7 متاع الصباح، نهاركم زين، باي باي.